افتتح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدورة السادسة من مهرجان البحرين للطعام الذي تنظمه الهيئة في منطقة خليج البحرين. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن المعطيات تبشر بنجاح مهرجان البحرين للطعام هذا العام في استقبال عدد كبير من الزوار من داخل وخارج البحرين، مدعوما بعدة عوامل من بينها جاذبية المهرجان نفسه وتزامنه مع فعاليات كبرى تستضيفها البحرين مثل سباق الفورمولا 1. أجواء رائعة ممزوجة بالروائح الشهية التي تنتشر من المطاعم التي ملأت مهرجان الطعام الذي بدأ بطابع فريد ومميز عن السنوات السابقة، حيث عاد المهرجان بنسخة استثنائية من ناحية عدد وتنوع المطاعم المشاركة، حيث يشارك في هذه السنة أكثر من 100 مطعم وعدة فعاليات مختلفة. طبعاً هذه النسخة المحدثة فيها أشياء كثيرة جديدة، من الأشياء اللي إحنا قاعدين نطرحها لأول مرة وهو مسابقة الطهي ما بين طهاة بحرينيين، وهذه المسابقة هي مسابقة يومية ممكن أن زوار المهرجان يشوفونها ويشوفون إن كيف الطهاة البحرينيين يتسابقون مع بعض لجوائز قيمة بشكل يومي. نسبة المشاركة في مهرجان الطعام زادت كثير عن السنوات السابقة، واليوم عندنا 120 مطعم مشارك سواء من الكفاءات البحرينية اللي موجودة والمطاعم الدولية. دي النسخة السادسة من مهرجان الطعام، طبعا دي يعود بشكل مباشر على الاقتصاد من حيث أن استقطاب السائحين اللي جايين مملكة البحرين بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، خصوصا أن بعد الجائحة الناس تتعطش حق الفعاليات والمهرجانات، وهي طبعا راح يساعد على إنعاش الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. مهرجان الطعام يعتبر منصة جاذبة للسياح، وخصوصا بتزامنه مع سباقات الفورمولا 1 وقفزة انطلاق كبيرة للمشاريع الشبابية التي تعرض منتجاتها في هذا المهرجان بكل كفاءة واحترافية. هو كمهرجان بشكل عام طبعا فرصة للشباب على أساس أن يبرزون طاقاتهم، وأنا أشوف أن فعلا برزت هناك طاقات ومطاعم، أصبحت الآن مطاعم معروفة على مستوى البحرين على مستوى الخليج. إن شاء الله متأملين نجاح لأن المكان وايد حلو وهيئة سياحة ما قصرة، وهذا بالنسبة لي أول مرة أشارك مهرجان الطعام، وإن شاء الله أنا أحس ما شاء الله بدأوا الناس الحين من اليوم أشوفهم ميون والله يوفقنا إن شاء الله. والله هالسنة سهلوا لنا الأمور وكل شيء كان مسهل وخوش تنظيم، ويعني احنا بعد انقطاع سنتين وين مستأنسين نرجع المهرجان. حابين نشكر طبعا الحكومة على دعمهم على الفعاليات الحلوة، بالعكس هذه الفعاليات يعني تطور من مشاريعنا بإذن الله وتعرف ناس جديدة إن شاء الله، والسياح طبعا أكيد بيحضرون هالفعاليات بإذن الله وبيتعرفون على المشاريع البحرينية. والله الحمد لله حصلنا قبول زين بحيث أنها اليوم الفورمولا وأمس حتى في أجانب وكذي، الحمد لله إن شاء الله نشوف الباقي بعد ما عليهم الجاية. الحمد لله يعني في وايد قبل حتى قبل الافتتاح نشوف في ناس جاية. يعني الدورة الحالية للمهرجان تزخر بعدد كبير من الفعاليات المتنوعة والأنشطة الرائعة، حيث يستضيف المهرجان مواهب بحرينية لتقديم عدد من العروض الموسيقية والفنية، وتم تخصيص منطقة ترفيه جاذبة للزوار ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال وسحوبات على جوائز، ما يعزز من تكامل التجربة التي يقدمها هذا المهرجان لزواره ومرتديه من المواطنين والمقيمين والسياح. أجواء كرنفالية مليئة بالإثارة تقدم لزوار هذا المهرجان تجربة استثنائية لا تنسى وترضي جميع الأذواق. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.